سجلت مملكه البحرين ارتفاعا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. وقد اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 530 حاله قائمه جديده، منها 159 حاله لعماله وافده و289 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى 82 حاله قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 108 حالات إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 2796 حالة